ايه اسلحتهم اللي ماشيين بيها في مصر دلوقتي؟ الاسلحه اللي هم مستخدمينها ايه؟ حقيقه الامر كذب، الاشاعات، الفتنه، الكراهيه، السباب، انك انت الخلاف، مفيش حاجه اسمها حوار، كل ده الاستخدام. هل كل واحد ياخد بالنا من الكلام ده كله وما يبقاش هو اداه من الادوات دي؟ اما حد يحكي لك حكايه وانت مش مقتنع او مش واثق من الكلام ده ما تقولهاش، لان كده بتنقلها. لما على الفيسبوك اللي هو دلوقتي اصبح المصدر الرئيسي للمعلومات، للاسف بقى هو ده اللي المصريين بيعتقدوا ان هو ده المصدر المعلومات وده غير حقيقي. معلومه او كلام مكتوب، فيروح واحد مش هيقرا. طب انت هتنقل حاجه وبتوزعها وبتنشرها وانت مش عارف ده صح ولا لا؟ ده في حد ذاته الدين بيقول لنا ده اسم، يعني انك انت بحاجه ما انتش عارفها، وهكذا بقى في كل شيء. فهي دي اللي موجود. هل هم قدروا علينا؟ ما قدروش علينا في ال7 سنين اللي فاتوا، ومش هيقدروا علينا باذن الله في اللي جاي ان شاء الله. هل احنا استسلمنا وقفنا بس حاطين ايدينا على وشنا عشان الضرب ما يجيش على عينينا مثلا، ولا على نفخنا، ولا على حاجه؟ لا، احنا في حماه وطن، جيش وشرطه بيحاربوا ويدافعوا عن الوطن، وفي بنات الوطن، انجاز غير مسبوق وغير عادي ومذهل في مصر حصل في ال3 سنين ونص ل4 سنين اللي فاتوا. كم المنشآت الهائل في كل حاجة. مصر بتقوم ومصر بتصلب عودها، وإن شاء الله هتصلب عودها بإذنك يا رب. طبعا في وسط الحاجات دي كلها ممكن يحصل حاجة زي حكاية المطرة اللي جت من كام يوم، السيول ديت. وطبعا في مثل هذه الأمور بتظهر عورات كثيرة وبيظهر ثغرات كثيرة جدا، وده وارد، لأن احنا عندنا حتة كتير جدا فيها مشاكل كثيرة، فيها مشاكل كتيرة. ولما يبقى انت واخد على حاجات كتير او حاجه ماشيه من سنين طويله، مش في يوم وليله هتعرف تصلحها. اللي حصل في التجمع، يمكن الوزير محمد عرفان لما نزل، رئيس الرقابه الاداريه، نزل بنفسه في الشارع بقى بيشوف ايه الحكايه. ويمكن الوزير عرفان هذا الرجل معروف عنه الهدوء جدا، هادي جدا، يعني هو من النوع الهادي، يعني بيتكلم بمقدار وينصت جيدا لكل شيء. انما هم خرجوه عن طوعه زي ما بيقولوا، يعني خرجوه عن طوعه. لان انا النهارده اصل اللي حصل ما فيهوش مفاجاه، ما تقوليش ان في حاجه فاجئتنا، اصل المايه كانت كتير.